طرمشني طرمشني يا عيني طرمشني. اليوم راح نسوي دجاج مقرمش او كريسبي دجاج. طبعا احنا كل شوي مسوين قبل هذا النوع من الوصفات وهذا النوع من الاكلات، بس اليوم شوي راح نختلف طبعا اكيد بعمله، لانه راح نستخدم قطعتين اثنين، يعني ممكن انه نطبخها بطريقه سريعه كل شوي، اللي هو عصا طبل واللي هو بيت الفخذ الثاني. كريسبي دجاج هذا اليوم راح نسويه بطريقه كلش حلوه، مثل ما تشوفون انا منقعه بالحليب واللبن، مهم جدا حليب لبن حامض، وبالاضافه الى البهارات حليب لبن حامض، انه لازم تنقع قطع الدجاج. تشكيله كلش حلوه، راح نسوي ايضا هنا بالدهن ميكس ما بين الدهن وما بين الزيت حتى نعطي ايضا طعم، وكوبي ايضا نخلي تقريبا 4 إلى 5 انواع من الدهن، يلا بالاخير نحصل على فدنكه كلش طيبه بالخارج الطبق الخارجي. هنا راح يكون في عندك التخميره الحلوه مالتها، وايضا راح يكون في عندك هنا الصوص اللي راح نسويه الصوص الثاني، وايضا راح يكون في عندك الطحين مع النشا. طريقه كلش سهله كلش بسيطه لعمل كريسبي دجاجي هذا اليوم بس، ولا اروع من عنده والله كابتن، بس مره خصك يعني والله اليوم الكريسبي دجاج اللي يخبل. يلا اطلع بالمقادير. المقادير راح تكون كالاتي عيوني. جيبوا لي دجاج فخذ دجاج، يعني هو ارخص شيء فخذ دجاج. هنا انا قطعه راح اشوفكم شلون قطعته، يعني قطعته حتى لا يتاخر حتى يستوي، يعني حتى انه بسرعه يستوي، يكون يستوي بساعة واثنين حتى يكون عندك الطعم مالته كلش طيب، واللحمه تكون تشبع اقل شيء ساعه كامله انه تنقع اقل شيء. هذا اكو ناس حتى 24 ساعه ينقعوا. نانا هذه القطعه الاولى، شوفوها هذه القطعه، شوفوا شلونها، هذا بيت الفخذ طبعا انظفه تنظيف كامل، العظمه مالته تنشال، وعندك هذه الثانيه اللي هي صحولها عصا طبل، والناس تسميها البسامير، مسامير ما بسامير ما بسمار وراغي، مهم راح يكون عندك هنا. اول شغله خلينا نمشي بالخطوات. الخطوه الاولى الميكس مات الدهن، راح يكون عندك هنا دهن وزيت مع بعضهم حتى يكون عندك الطعم خرافي بالقلي. بعد هنا راح يكون عندك هنا شو اسوي حتى اعطيه طعم ايضا كلش طيب للزيت، راح اخذ فص واحد ثوم، هذا فص واحد ثوم اخليه وين؟ اخليه بالدهن، هنا راح يعطيك طعم خرافي. اجي هسه راح اسوي هنا ميكس كامل من الصوص الثاني اللي هو ايضا راح يكون صلصة مهمة، اللي هي راح تكون يعني بيها لبن شوية بيها بهارات، تمام. شوفوا هذه الوصفة الثانية اللي هي راح يكون بيها بيضة واحدة بس، وتكون اختيارية طبعا وحسب الرغبة، يعني بكيفكم عيوني البيضة هذه، يعني كلش بكيفكم. انا راح اخلي لها شنو؟ راح اخلي لها لبن، هاي واحدة وهاي اثنين، واخلي لها هنا شنو؟ اخلي لها شويه من الخردل هذه. بعد ما ضفتها طبعا تدرون الخردل بالوصفات الحاره هو يعتبر فانيلا، فانيلا البيض، يعني اللي هو كلش مهم انه نتخلص من الزفره تكون موجوده بالبيض، فبالخردل طبعا. خردل ناس تخلي ايضا سمك الثاني اللي هو سمك الانشوقه حتى همنا تتخلص من الزفره مالته. نجي نسوي تشكيله حلوه من البهارات، اكيد 100% بصل مطحون، ثوم مطحون مهم طبعا اكيد، بابريكا جدا مهمه وخاصه تكون مدخنه، اكيد فلفل اسود، وتشكيله حلوه من البهارات المشكله اللي ممكن انت تخليها. طبعا اكيد بعد ما ضفت كل هذه البهارات هنا راح يكون في عندك مكس البهار، هذا مهم طبعا اكيد مهم، مع الملح. وين الملح؟ حتى لا ننسى الملح. ملحني يا عيني ملحني ملحني اغاتي ملحني، شويه ملح هنا داريها ملح، شويه ملح هنا زين. بعد ما خلينا الملح راح يكون عندك الامور طيبه وكلش لذيذه. هسه راح اسوي ميكس بهارات الا خرافي. بعده جيب لي كاسه كبيره ثانيه، خلي لي بيها نشا، تمام. هذه نشا حلو حلو، خوش كميه نشا هذه، وراح اخلي بيها طحين هم حلو، خوش كميه طحين هذه، تمام. واجي اخلي شويه بقسم، مو كل شويه بقسم، هذا كلش كافي هنا. انا بعدين شو اخلي هنا؟ اخلي البهارات. بعد ما خليت البهارات اسوي المكس مالت الطحين هذا، تشوفونه شويه خليت اوفر شو اسمه ملح، يعني شوفوا كميه هذا كميه الطحين هوايه، وراها لازم تسويها بهالطريقه هذه حتى شنو؟ حتى يتمازج كل المكونات. سويه راح يصير عندك هذه وهذه، خلاص
طبعا اكيد راح اخذ باقيات اللي محتاج، اكو شغله ما اريدها راح اشيلها، ما اريدهم باقي عندي هذا وهذا. يلا هسه احنا بالسليم. وش لونك يا السليم؟ راح اجيب هذا الصوص الخرافي اللي بالبيض بالحبشكلات كلها، تمام؟ بعد ما يصير عندك هذا الصوص، وراح يتخلى هذا الصوص قلبي عيوني انت، يتخلى فوق المزيج اللي انا مسويه اوريدي. بعد ما خليت كل هذه المكونات مع بعض البعض، صدقني اطيب صلصه بالعالم راح تصير هذه. هنا انا راح نجي على راحتنا. زين هذين شكو خالينا هناك؟ شنو الوضع؟ حمص معود. ارقام الهواتف المشاهدين راح تكون موجوده اسفل الشاشه، اللي عنده وصفه منا طريقه تحضير حبشكلات احنا جاهزين وحاضرين. هسه راح نجي على الله 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 الله. هسه درجه حراره عاليه. زين هنا ما خلينا ملح، حمص شويه ملح عيوني. هلا قلب، هلا 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 هلا. هذن عيني خلينا نشيلهن، تمام. نجيب لنا تختة كبيرة أو ماعون كبير، ها، نخلي بيه ورق هذا حلو وكلينكس، تمام. ليش حتى أخاف أكو دهن زائد منا أكون إحنا شنو نخلصه من عنده. زين هذه الطريقة خرافية اللي نريد يسوي دجاج مقلي، تمام. دجاج مقلي بس خرافي بالطعم وايضا النكهه. شفتوا الصلصه اللي انا سويتها؟ هي لعبتها بالصلصه اللي انا سويتها، والله لعبه كلش مهمه بالصلصه. ها اكو شغله ثانيه مهمه حتى تكون امورنا طيبه، مي عادي يعني، مي هذا المي، مي عادي كلش، تمام. يلا هسه كلش امورنا طيبه، يلا هسه ننتظر لحد ما يكون عندك الدهن ساخن، دهن نار. هنا راح اشوف ال 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 اوزع الملح، ما وزعته زين، انا ارجع اوزعه زين حتى لا تطلع واحده مالحه واحده فاهيه. شوفوا راح اسوي لكم واحده تيست زين، اللي هو ناخذ مثلا هاي القطعه، شوفوا هاي القطعه اجي اغلفها بيش، اغلفها بالطحين بهذا الشكل كل زين، اتروسها هيك شويه بالطحين كلش، تمام تمام. بعدين شو اسوي لها كابتن؟ هاي ضربه خفيفه هنا تدخل بالمي شويه، ترجع نشيلها من المي نرجعها وين؟ نرجعها على الطحين. الله 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 الله. همنا شويه كبسه، تمام. وبعدين نسويها بهذا الشكل، باوع باوع باوع. شلون نصير نقولها باي باي؟ يلا سهلة بسيطة وسريعة، لا تقولوا لي صعبة أزعل عليكم والله. ها أول شيء أغلفها بالطحين بهذا الشكل، وبعدين نقولها باي باي بالمي، تمام. نقعها شوية بالمي، بعدين أجي أخذها من المي أرجعها للطحين بهذا الشكل زين، أضغط عليها شوية وبعدين نتلة خفيفة، نتلة خفيفة. يا سلام سلم، يا سلام سلم. نبلش اول شيء بهذا النوع، هو اللي هو الفخذ. يلا ناخذ اتصال هاتفي. الو مرحبا. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شلون صحة عباس؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. يا اهلا وسهلا. المقادير مال صلصه مال الدجاج بدون زحمه عليك. صلصه الدجاج مشوي يعني؟ مشوي. اي سهله سهله. تامر تامر امر تامرني تامرني رمرم وقليني عيني قليني. انا هواي خير من الله اليوم مسوي. ما عاد الطحين لازم ارجع، يمكن اسوي بعد، يمكن بعد نحتاج طحين. بعدين باعوا هنا تخلى وين؟ تخلى بالمي شويه، تخلى بالمي، تنقع بالمي. بعد ما نقع بالمي اجي اخذ القطعه ارجعها مره ثانيه وين؟ ارجعها بالطحين. أنا أترسها بالطحين، أظل أقلب بها، ألابسها بالطحين كلش. شوف 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 نتلة خفيفة حلوة باوع. ناخذ اتصال هاتفي. أشواق مرحبا. أشواق شلون الصحة؟ الحمد لله.
السلام عليكم. وعليكم السلام، شلون صح عيوني؟ زين الحمد لله. بس كنت اريد اعرف الكيكه، يعني الكيكه. اي كيكه. إيه سهله سهله سنجيه. سهله تامرين امر عيوني انت، سهله يعني اذا ممكن طلب ميدياله يعني. دلل ام الدللي الدللي الكيكه السفنجيه وهب اشكالاتها، خلوها هنا شويه تمام، نقعها بالمي بعدين نجي ناخذها من المي، نجي قبل نرجعها مره ثانيه على الطحين، واظل اقلبها بالطحين، مو بس طحين، طحين ونشا وشويه خليت له بقسم زين، ترى مهم هذا الموضوع اوكي. بعدين نتله خفيفه بهذا الشكل تكون عندك جاهزه. الله 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 الله. قلت لكم انا البهارات اللي تكون البهارات كلش مهمه بهذه الوصفه. يعني نجي ناخذ هسه عصا طبل، نفس الموضوع، نقع كل الزين بالتخميره ماتر، رجعهم هنا. شلون اعرف ان استوى الدجاج؟ الدجاج يستوي انه يطوف يصعد لي فوق، بعد ما يطوف يصعد لي فوق يصير عندك تمام التمام. ارجع هذه نفس الموضوع. يا سلام عيني. يلا 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 كابتن طلع لنا الوصفه، طلع لنا الوصفه مال دجاج كريسبي دجاج. وكريسبي دجاج يا عيوني، كريسبي دجاج. جيب لي طحين، جيب لي طحين. وين الطحين؟ وين؟ جيب لي طحين. لا روح جيب لي طحين، كاسه طحين. يلا يلا يا ابني يلا 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 ولادي يلا. هاي عندنا بعد خير من الله. لاحظ هنا مشاهدينا الاحبه، انا راح ابلش يعني لازم يكون عندك ديب فرايد. هذا يسمى شنو؟ هذا يسمى بالديب فرايد. ديب فرايد يعني كميه وافره جدا من شنو؟ وافره من الدهن. راح ارجع اخلي نشا، راح ارجع اخلي وبهاراتي بهاراتي اخلي شويه بقسم تمام، اخذ شويه من البهارات. هذه هي اوريدي بيها ميكس بهارات. يا سلام هي هاي الريحه اللي اريد اشمها، هي هاي الريحه اللي اريد اشمها. شكرا شكرا ميكسي ميكسي بوكو. اجي اخلي هنا طحين، ارجع اخلي شنو؟ ارجع اخلي الملح. بعد ما خليت هذه المكونات يمكن كانها تحتاج بعد شويه من البهار. موضوع النشا، نعم موضوع النشا يكون جدا مهم بهذه الوصفه، لازم تخلون نشا وشويه بقسم حتى تكون عندك شنو؟ حتى تكون عندك التخميره صحيحه. بعد ما اخلط هذه المكونات سوي هنا تكون عندك اكيد هذه جاهزه. هسه هاي تمام زين. هذه ظل نقلبها مع بعض البعض بهذا الشكل حتى شنو؟ حتى تصير عندك التخميره صحيحه. تدرون انه هذه الليله كلها، الليله كلها هذه طبعا اكيد ترجعون تنخلوه يتصفى تمام؟ نرجع ننخله وبعدين يصير عندنا فول جاهز جديد جديد لوك. بينما تصعد الدجاج لاحظ هنا راح ارجع انخل، ارجع انخله كل شوي من اشوف اكو بيه تكتلات صارت كل شويه، شو اسوي له؟ انخله تمام؟ حتى يبقى عندك شنو؟ حتى يبقى عندك الطحين نظيف. خو ما هوسنا احنا ابد ابدا. هسه راح اقعد انخله شويه شويه. باوع باوع باوع. لازم 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 يصير عندك فرط حركة. شوف بين القطع ما يصير هنا مثل ما تشوفون انا بلش كل شوية يعني انخله حتى يطلع من عنده هذه الزوايد تمام، حتى يصير عندي الطحين نظيف 100% وحتى هنا يطلع عندك الكريسبي صحيح. يلا ناخذ اتصال هاتفي. الو مرحبا. الو الو مرحبا عيني. يا هلا يا هلا، شلون الصحة؟ قول من ويانا؟ يوسف. قول يوسف شنو عندك؟
يا يوسف. يوسف ما يسولف، ما يحكي، ما يقول. اتصال هاتفي آخر. ألو مرحبا. ألو. ألو. ألو ألو شيف. هلا عيني، هلا هلا هلا. مساء الخير شيف. أنا الحمد لله، شلون الصحة؟ مساء النور يا وردة أنت. وأمرني. تمارة أنا بنية. تمارة يا هلا بتمارة، يا مية هلا بتمارة، أمريني تمارة. نشكرك اولا على هذا طبخاتك الشهية، والله نشتهي احنا من عندك. شكرا شكرا. امريني شنو الطبلي، شنو الاكله تريديها، شنو الوصفه؟ اريد وصفه لحم بعجين. لحم بعجين؟ اي مو تامرين امور. دلل عيوني انت، دلل دلل. هلا 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 بتمار. هلا 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 هلا. شوف موضوع هسه راح اشيل لك اياه الطحين كله، هذا كله راح اشيل لك اياه، كله راح انظف لك اياه. هذه اخليك اياها هيك. اي ناخذ وحده لوخ هاي كبيره، اعتقد انه هذه اخر حبات راح اشتغل، انه انا اسف يعني لانه كواي سوينا صح ولا مقارنة. طبعا اكيد تخلون هنا كلهم مع بعضهم. هاي رجع سويهن مو تعوفن زين، مخمرات وكلش طيبات. نجي ناخذ من المي بعد ما نغلفهم بالماي، كبسه لازم تمام هنا تكون عندك الكبسه، تكبسها كل زين بهذا الشكل زين، حتى شنو، حتى التخميره تصير فوق سعاده. بابا 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 هاي الدمرات تحتاجوها طبعا، هاي الدمرات بعدين تحتاجوها، هذه لازم تسوي، هاي الحركه لازم تسويها. هذه الحركه ليش تسويها هنا؟ حتى شنو يصير عندك، يصير عندك اكو دمرات بالهذا، وثين يصير طعم البسكت يعني. الله الله، تعرف تسوي انت؟ تعرف نفس الشيء. نتله نتله نتله. هذا الحكي انه انا ما عندي مثلا جدر الهاني باني والجدوره اللي يطبخون بها الفرايد تشيكن يعني بصوره عامه، ها بالجدر، والله بالجدر، خلوه بالجدر بس. ترتيب هنا تخميره صحيحه، طحين صحيح، اموره كلش تمام. ها صارت عندك جاهزه، تريد تشوف هنا شلون صارت؟ ها تمام التمام. ارمشني ارمشني جيمي، هاي اسمها ارمشني. القرمشه زينه مرتبه، هاك شوف القرمشه حلوه خفيفه. مقرمش فات قرمشه يعني بالله على كيف كيفك، يعني فعليا وحرفيا على كيف كيفك. هذه خلي تطوف بعد اكثر، هاي صارت على كيف كيفك. ها شوف القرمشة هنا، نرجع هذه نقلبها، هذه نقلبها. هسه نجي نخلي الباقيات ونتركها على راحتها بما نسوي الثومية. الثومية لهذا اليوم راح نسويها ايضا بطريقة تكون مختلفة، طريقة تحضيرها ايضا مقادير راح تكون بسيطة جدا سهلة وسريعة. لكن قبل خلينا ندز هذين، نقول لهم باي باي. هاي واحدة، هاي اثنين، خلينا نضيف لك كل هذا وهذه. يلا نتركها نقليها لحد ما يصير عندك تمام التمام. اوكي هذه بدنا نرجعها شوي بعد رادلي. يلا نجي هنا للثومية. طبعا اكيد مشاهدين راح تكون سهلة بسيطة حتى نقدر نسوي ثومية كلش طيبة. اكيد المقادير مالتها راح تكون بسيطة. مثل ما تشوفون المكونات اللي موجوده بالثوميه، اكو بوتيته مهروسه، اكو غير البوتيته المهروسه، اكو عندك هنا راح يكون عندك لبن، عندك نشا حامض. تشوفون هذه كلها مكونات مهمه. طبعا اكيد راح اسوي ثوميه لكن بالبطاطا، ثوميه بالبطاطس. يا سلام، صوص حلو لطيف خفيف سهل وسريع. اوكي بعد ما شفنا هذه المكونات راح تكون كامله هنا، مثل ما تشوف راح تكون متكونه مثلا من الثوم. تقريبا راح استخدم فص، اربع فصوص من الثوم، يعني تقريبا حبه كامله من الثوم. بعد ما اشوف انه تقريبا هذه المقادير كلها حلوه خفيفه وبسيطه، راح نجي نهرسهم كلهم مع بعضهم البعض. هرسني يا عيني هرسني. اول شغله تجي تاخذ هنا شنو؟ تاخذ الثوم. اول شغله نخلي هنا الثوم
هذا الثوم كله يتخلى هنا. بعدين اجيب شنو هنا؟ اجيب اللبن، اخلي اللبن كمية حلوة من اللبن الزبادي، اي لبن ممكن تستخدمه، اكيد 100% لازم يكون عندك نشا. بعد نشا هنا شلونه؟ ولا شلون تريد الان؟ بس قول لي شلون تريد الان. بعد ما خليت النشا اخلي البطاطا، داري ليها بطاطس نفس كمية النشا البوتيتا، اوكي. بعدها راح اخلي حامض، واكيد ممكن تخلي لها اي نوع بهارات، فلفل اسود او شويه بابريكا، راح يكون حسب الرغبه. اكيد طبعا 100% ملحني، يعني ملحني 1000% طبعا اكيد. بعد ما خليت الملح هسه راح ابلش اهرسها، نهرسها كلها مع بعض البعض. وهم تشيك اذا اشوفها تحتاج نشا ممكن اخلي هنا بعد نشا. يا سلام، اطيب ثوميه راح تاكلوها في حياتكم، سهله بسيطه وسريعه. نجي على الدقيق، ايه الله، الدقاق يا عيني الدقاق، الدقاق اخاتي الدقاق، قرمشة خفيفة وكلش بسيطة طبعا. مثل يا جدري، اوه طلعت من يم الدهن مالتها. طبعا تركوها لحد ما شنو عيني، لحد ما يستوي طوف لي فوق. تعال شوف هنا الثوميه شلون صارت، شوف لي الثوميه هنا، تعال بع القوام مالتها، شوف لي القوام مالتها، شوفوا لي القوام. ثوميه على كيف كيفك، تمام. هذه راح تكون اكيد جاهزه، نقدر نقدمها اكيد مع وصفتنا لهذا اليوم اللي راح تكون وصفه كلش مهمه اللي هو الدجاج. خليك عيني تقلى كلش على راحتك. من بين ما نقليه طبعا اكيد مشاهدين الحبه راح يكون عندنا الدجاج جاهز اكيد هنا، لكن بعد ما ناخذ فاصل سريع وراجعين مع الف عافيه. طبعا مثل ما تشوفون هنا تكون كلش ناعمه، ما تكون ابدا صعبه. ثوميه ما تيجي تسويها انت بالبيت، هذه طبعا اكيد بالبطاطا، ممكن بالبطاطا ممكن بدون ما تخلي لها بوتيتا، تمام. نشا، ثوم، حامض، ملح، تمام، بس هذني لا زيت ولا غيره، هذه بدون زيت. بعدها تكون عندك، شوف شلون قوامها، شوف قوام مالتها طبعا اكيد حلو قوام مالتها. ليش قوامها حلو؟ ليش؟ لانه ثوميه هذه كان بيها البوتيتا. نبلش نصب الثوميه هنا، وبعدين قرنشني يا عيني قرنشني، ويا الدجاج المقرمش كلش طيبه، كلش احبه مع الدجاج المقرمش. ناخذ ثاني نفس الشيء، ارجع واقول موضوع النشا مع الثوميه مهم، تمام. ثوم، نشا، زيت. النشا تسووه مثل المهلبيه، مي ونشا، تمام. وبعدين يطلع لك باع، شوف هاي، شوف شلون، يا سلام، شوف 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 شقد حلوه، شقد خفيفة. و 1550 عافية. طبعا اكيد هنا راح يكون اضافة لها، طبعا انا خليت لها شوية بهارات، البهارات تكون كلش لذيذة. خلي هنا
تكون عندك اكيد جاهزه هنا. ثوميه كلش سهله، كلش خفيفه، كلش بسيطه وكلش سريعه، يعني من النهايه تكون تعتبر من الوصفات الخفيفه ايضا السهله السريعه. نجي هنا على الكريسبي دجاج مثل ما تشوفوه، ايضا ما ياخذ عندك ذاك الوقت. حلو بالكريسبي دجاج هذا، احنا بعدنا مستمرين بالقلي اكيد 100%، يعني 100% مستمرين بالقلي. شويه هالبينو مع شويه ليمون، شويه من الزعتر. يا سلام يا سلام. بعدين اخذ قطع كريسبي الدجاج خليهم بهذا الشكل. لا تشتري من السوق وما ادري شنو، زين جيبه وتعال على السريع، جيبه وتعال على السريع. طبعا اكيد ممكن تخلي له الهالبينو، تخلي له سحب اشكالات، هذا بعد شنو الموضوع، الموضوع يمك بعد. شوي هنا انا احب الهالبينو يا الكريسبي هالبينو. كابتن هذا جاهز، يلا ناخذ اتصال هاتف. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام اغاتي. تحياتي لك استاذ شيف وتحياتي للمشاهدين، وبالخصوص تحيات حسين ومحمد. بلا زحمه. قول بلا زحمه، بس وصفه المعكرونه اذا ممكن. اي سهله حبيبي سهله، تامر امر، تامرني امر. مكرونه، مكرونه يا حمص، مكرونه، مكرونه يا حمص. يلا هسه راح نسوي تارت مهمه جدا، وصفه جدا مهمه في عده مطابخ طبعا اكيد، اللي هي تارت التفاح. تارت التفاح لهذا اليوم سهله بسيطه سريعه، لكن لازم تكون عندك عجينه. العجينه راح تسووها بالطحين دهن، يا اخي انا احبنا، ويكون عندك طبعا اكيد هنا شويه من الفانيلا، طبعا اكيد راح يكون عندك هنا حبه بركه زبده، وبالاضافه ايضا راح يكون في عندك اكيد التفاح. والتفاح يا ناس، التفاح مع الدارسين مع الحبشكلات تطلع عندك كلش حلوه، كلش حلوه. اطلع لي بالمقادير فدوى لعينك، اطلع لي بالمقادير يا عيني المقادير. جبت لي الشيبه قلت لك عليه، يا عافية عافية. اهم شيء الشيبك، سكينه صغيره اي هذه. بعد انا راح مثل تشوفون راح يكون في عندنا تفاح اي نوع، اي نوع شنو يعني اي لون. الله شوفوا هنا الجمال، شوفوا هنا الجمال، الثوميه هذه كلش سهله كلش بسيطه طبعا اكيد. عندك ايضا الدجاج كريسبي ايضا يكون عندك جاهز. شنو عندك بالله بعد؟ عندك هسه نشتغل التارت. التارت هذا يعتمد اعتماد كامل على نكهه التفاح، والدارسين راح تكون موجوده اكيد بالتفاح. اي لون تفاح ممكن تستخدمه. هذا الكريسبي مثل ما تشوفون، مهم تخلون شويه النشا وشويه بقسم، يعني شويه مو كلش هوايه، يعني ما ينترس بقسم لانه هو مو سكالوب. تمام، نجي ناخذ هذه. يا سلام يا سلام، تفاحه حمراء، تفاحه لذيذه. شنو عندك بعد كابتن؟ طبعا اكيد مع نكهه الزبده مع التفاح والبراون شوجر، والبراون شوجر انا خاله دارسين، يعني نكهه الدارسين همنات راح اخلي اسم بسيط من الدارسين حتى تكون عندي هذه جاهزه. ناخذ اتصال هاتفي. محمد مرحبا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام عيوني. شانك شيف؟ هلا عيني، هلا هلا بمحمد. امرني محمد. قول. شيف اريد وصفه مع الريزو. وصفه الريزو، يلا سهل 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 سهل.
طبعا الوصفات تطلبوها انتم كلها موجوده باليوتيوب وانستغرام بمختصرات، يعني كلش مختصره. لكن مع ذلك ايضا مثل ما قلنا بدايه، شلون تقدر تسوي انت هنا تخميره مال دجاج حلوه؟ اول شيء تنقع الدجاج بالخل والحامض، تمام؟ بعدين هنا بعد ما نقع بالخل والحامض اخليه له بهارات، بهارات ثوم مطحون، بصل مطحون، بابريكا مدخنه، هيل، ورق غار، وزنجبيل. الزنجبيل مهم جدا يا جماعه، وخاصه يكون بالدجاج، مع الدجاج الزنجبيل جدا مهم، تمام؟ هذا لازم يكون موجود. وراها اترك الدجاج يتنقع لمده تقريبا يعني مو اقل من 6 ساعات، بعدين اخلي له لنفس المزيج هذا زيت الزيتون وخاشوقه من الصويا صوص. وراها اخمر الدجاجه مره ثانيه واشويها بالفرن. تطلع عندك الدجاجه فول سعاده، هي مرتاحه، هي مرتاحه ومسترخيه. اخلي التفاح هنا واجيب منو يا منهم ثومي عجبك وغير ضايع ويا هذا. المفروض اخليه بكاسات سوداء حتى يبين عندك، بس ما عندي كاسات سوداء. كاسات سوداء والثوميه، ثوميه هذه طبعا مشاهدينا شفتوا جيت خليت ثوم، ما خليت كلش هواي ثوم، خليت 4 فصوص تقريبا، 5 فصوص ثوم، كلش كافي على الثوميه يعني. زين كلش كافي صدقوني يعني. الثوميه مو بكميه الثوم، الثوميه بنكهه الثوم فقط يعني. زين اكو بيوم يخلون ثوم مطحون، انا مو مع ثوم مطحون، خلي ثوم عادي بس خلي حبشكلات مثلا، خلي مثلا اذا كلش ما تحبون الثوم يعني، ممكن خاشوقه كامله من الخردل تكون كلش كافي، انه ما يبقى يكون نكهه او ريحه بالفم يعني، تمام. اجي اخذ ايضا التفاح بالبدايه، شوفوا التفاح دارسينو سكر اسمر، خليهم هنا مع التفاح. اجيب زبده وعيني اخليها وين؟ اخليها على النار، باي باي على النار. هذه لازم تذوب مع السكر مع الزبده حتى يصير عندي هذا المزيج الحلو اللي هو مزيج التفاح. اللي بعد ايش راح اسوي هنا؟ راح اجيب الطحين، راح يصير مكس وصير عندك هذه العجينه. ممكن استخدم انا عجينه ثانيه اللي عجينه التارت، هي عجينه الفطائر طبعا اكيد. ممكن نستخدم عجينة اللي هي تكون عندك على سبيل المثال إذا حبيت تستخدمون عجينة الكاهي، لكن هذه بسيطة كلش. هذه العجينة، هذه العجينة متكونة من طحين ومتكونة من دهن، تمام، ومتكونة من حليب وشكر فقط مع القليل من البيكنج باودر. صل عندك العجينة بهذا الشكل، هذه العجينة مهمة جدا، تمام. منو هذا؟ طبعا شلون لا غير اندمج انا بالوصفه، وصفتي انا اندمج بيها، الاكل انا اندمج بيه. رجاء كابتن رحمه على والدك. كابتن صدق كذب؟ هسه غير يجي على ايدي. كابتن قول له رحمه على والديك. كابتن تقول له عيني بعد ما يشوفون عندك هذه العجينه تمام، اجيب هنا خاشوقه دهن، وهذا الدهن مهم كلش مهم. اول شيء حتى لا تلزق، اثنين حتى تستوي، ثلاثه حتى تقسم. الله الله، سلاسه في واحد، سلاسه في واحد، سلاسه في اثنين. شوف الله، بس بقى شلون راح ادخلها سيستم العجينة بابا، ادخلها السيستم يشوف. روح بالجو دخل السيستم باوع باوع، مو قلت لك تقول له هيجي، تقول له هيجي ونقول له هيجي. تفاح احترق لو بعده كابتن. اي هذا نرجع نخلطه، نذوب الزبدة مع التفاح كلش مهم مع الشكر. الله، ذوب 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 بعد قلبي، ذوب بعد قلبي ذوب. زين نرجع مرة ثانية ناخذ بعض، نرجع العجينة تلخ نفس الموضوع، أغلفها بالطحين بهذا الشكل، وبعدين أخليها وهم نفس الموضوع.
رق العجينة بحيث تصير أخت هذا اللي قدامي، بينما يصير عندك التفاح جاهز، بينما يتشكل عندك تقريبا مثل كراميل. هذا الكراميل أيضا يكون عندك مهم جدا، تمام، حتى يصير عندك نكهة خرافية. طبعا أكو مثل ما تشوفون هنا تعتمد اعتماد كامل على عجينة وتفاح. هاي فطيرة، فطائر، فطيرة ولا فطيرة؟ ها كابتن شلونك باللغة العربية؟ شلونك باللغة العربية؟ لا هيك خسرنا احنا. صارت عندك جاهزة كابتن، شلونك باللغة العربية كابتن؟ شوفوا هنا التفاح اخليه بهذا الشكل، هذا احتاجه، هذا الزبدة هسه راح اقول لكم وين راح اخليه الزبدة، هذا الباقي المزيج هذا كلش راح استفاد من عنده، ما راح اخلي لها بيض على الوجه، تمام، هي راح اخليها، راح اخلي لها التفاح مثل ما اتفقنا، زين، واجيب هذا المزيج، هذا قلت لكم هذا اريده مهم عندي. بعدين يتوزع التفاح كله مع بعض البعض بهذا الشكل على كل، تمام، خلوها بالسنتر. بعدين اجيب هذه الطبقه اخليها على الوجه بهذا الشكل. تعال يمي، تعال يمي وشوف همي، زين. بعدها شو راح اسوي هنا؟ راح اقطعها بهذا الشكل. بعدين وين هذه؟ ايات هذه ممكن تخلون شويه يعني نفس المزيج هذا قلت لكم عليه، تجون تخلوه وين؟ تخلوه على الوجه بهذا الشكل، لان المهم هذا، هذا راح يعطيك يعني يقسم الوجه مالتها ويعطيك قرمشه خرافيه اللي هو السكر الاسمر مع دارسين. بعدين هاي راح اخذها للفرن اشويها لمده تقريبا 15 دقيقه بدرجه حراره 185، اكيد مو وحدها، راح اخلي لها شنو؟ حبه البركه. وراها اخذها للفرن، اكيد مشاهدين راح اتركها لمده تقريبا 15 دقيقة، بعدها تكون عندي جاهزة. اللي يحب يشوف فطائر كلش طيبة لذيذة جدا راح تكون موجودة اليوم بالتفاح هنا والكراميل، اكيد راح تكون جاهزة للتقديم، لكن بعد الفاصل. ثم قلنا 15 دقيقة تكون كلش كافية حتى تستوي عندك الباي اللي هي تكون عندك باي التفاح. أكيد هنا حلوة خفيفة بسيطة، أبدا مو صعبة، يعني كلش مو صعبة، بس شوية حذاري من اليأس، أمشي تكون حذاري من اليأس. حلوة ولذيذة جدا، تمام، وكلش بسيطة، وأي واحد يشوفنا يسوي هاي الفطائر، هذه الفطائر الخفيفة اللي واحد مثلا ويا الشاي عاجبته، زين. هاك شوف شوف كابتن شوف، الله 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 الله، كلش أنا أحبه، بابا بابا طراوة بعد طراوة 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 الطراوة يا عيني الطراوة، وياها ايس كريم طبعا اكيد، خلوني شوي وياها ايس كريم، ايس كريم في دريم. قبل ما اروح للي راح يكون عندك هنا وصفه ايضا مهمه جدا اللي هي راح تكون عندك العصير، خلونا نصب. تعال هاي لك، يلا يلا هاي لقطتك، يلا هاي لق، هاي شنو لقطتك، يلا بعد الهشة تشوفوا وجهة هشة العجينة، عجينة الفطار لازم تكون هشة، ما تكون قاسية، ما تكون قوية، تشوفها يعني مع الايس كريم يعني ما راح
تكون عندك كلش طيبة وكلش خرافية أكيد. هنا أنا بني خلين إنه خلون هذه هيجي، بعد ما تخلون هذه هيجي تجيبون هذه تخلوها هيجي، هذه تكون عندك جاهزة. طبعا أكيد الفطائر لازم تكون هشة، تمام. شوف هنا أنا بقى العجينة، شوف العجينة، شوف التفاح، كله مخلوط مع بعض البعض، تركيبة كاملة لازم كلها سوية، تمام. التفاح والمزيج الحلو ما تكون قوية، ما تكون، لازم تكون خفيفة. كلش طيبة وكلش خفيفة. تعال شوف هنا أنا وكل شو راح تحبوها. قلت لكم تعتمد اعتماد كامل على النكهة، يعني إضافات حبة البركة حلوة، الداسين نكهتهم حلوة، آيس كريم مع الآيس كريم صار طيبة. خذها جيمي، خذها، وهذا إذا عجبتك أكل من عندها العصير ميكس. أنا ناس، يا ناس ما راح أجي أخلي لها، أنا ناس يا ناس. أكيد راح يكون عندك هنا فراولة وتوت، يعني ميكس، راح يصير عندك كوكتيل كلش حلو. هذا الكوكتيل كلش حلو، كلش هواي راح تحبه. أخلي هنا فراولة، طبعا كله بارد، بارد وجامد، كله شنو؟ كله بارد وجامد. فراولة، أناناس يا ناس. أخذ واحدة، اثنين كافيات بدون شكر، أكيد عسل، بالعسل يصير كلش طيبة. الكوكتيل مع العسل يطلع خرافي خرافي. أجيب هنا أنا ثلج، راح أخلي شنو هنا؟ حليب، بعدها شغلها. روح روح، باي باي. سهله سهله، وعلى النظافة، النظافة يا عيني النظافة، يا عيني النظافة. بقى اللون ليش صار عندك تخين؟ تخين لأنه كل شيء اشتغلت به جامد بارد. هو مال هذا الجو، هذا مال هذا الجو والله. أجي أخذ أناناس، لازم ازعل عليك والله اذا ما يصير عندي فرط حركة مفاجئة لك. اكيد دجاج كريسبي مع الثومية مع اكيد فطيرة التفاح الرائعة جدا السهلة والبسيطة، واكيد هنا أنا الكوكتيل الممتع هذا. شلون كوكتيل الا خرافي، كوكتيل بالعسل. باع الفطيره هذه، خذ على راحتك، يمك كلش قريبه، باع شتيده، اقطع على قطع حتى احركها، قول لي اياها، بس قول لي اياها حتى قبل احرك لك اياها، قول قول يا. ما احرك لك اياها يا. هذا كوكتيل، هذا هذا كوكتيل. شلون لون هذا؟ شلون لون؟ هاي الاكلات، هاي الطبخات سهله بسيطه سريعه، دجاج مقرمش كريسبي دجاج سهل التحضير وايضا بسيط. ايضا عندك هنا راح يكون شويه من الثوميه،
ايضا وصفه كلش حلوه الفطائر هذه اللي هو التارت، ايضا كانت سهله وبسيطه كل السريعه. اخر شيء يكون عندك الكوكتيل. اطباق يعني الصراحه كلش سهله كلش بسيطه كلش سريعه، كلش انا احب هذا المود مال الاطباق هذه اللي تكون خفيفه تكون سريعه. شوف القرمشه مالت الدجاج تصرخ تقول انا مقرمش، كريسبي حلو خفيف تمام. وايضا هنا طبعا اكيد لذيق الوقت ادى بعد قطع كلش هوايه من الدجاج خليناهم بالدنيا هناك قليناهم، هذين شان سبيسيال، وهنا يكون عندك القطع. ان شاء الله الاطباق قد نالت رضاكم واستحسانكم، شوفوا ان شاء الله بخير باكلات طبخات جديده من الشيف خالد. من الف عافيه، اقول لكم باي باي.